سيلتيك، غلاسكو، رونجرز، الدور الاسكتلندي، المحترفين، الجولة 21، شنا كيفاش كانت مباراة، مباراة من هذا ثاني كلاسيكو من أقدم كلاسيكوات، وين شنا سيلتيك مع غلاسكو، رونجرز، وين كانت المباراة، مباراة كانت قوية خاصة في الشوط الأول والشوط الثاني، وين نقولوا باللي رايان كينت من جانب غلاسكو رونجرز الذي سجل في الدقيقة 36، شنا انديرسون وين عدل النتيجة في الدقيقة 42، يعني كانت المباراة خاصة في الشوط الثاني وين نيكولا اللي أضاف الهدف في الدقيقة 56، يعني كانت مباراة كانت قوية، مباراة من نقولوا بلي أحسن مباريات خاصة اليوم. هذه المباراة اللي شنها كيفاش كان سيلتيك اللي دخل بقوة، دخل يلعب من أجل الفوز خاصة في ميدانه في هذه الجولة، وين شنا كيفاش الحال اللاعب سكورد الذي أضاع في الدقيقة 38، رايان كريستر الذي أضاع كذلك في 49، بولي الذي أضاع في 71، يعني غيلان بورنان ألفيردو، يعني وين كذلك في 85 وين أضاع كذلك، يعني كانت المباراة خاصة وين كانت قوية وكان فيها الاندفاع البدني قوي خاصة ما بين سيلتيك وغلاسكو رونجرز، وين عرفوا بلي هذه المباريات يكونوا أقوياء خاصة من أقدم الكلاسيكوات في العالم. يعني نقولوا بلي اليوم الدوري الاسكتلندي المحترفين الجولة 21 كانت مباراة وين شفنا كيفاش سيلتيك الحارس فراس شفنا كيفاش كانت وين أنقذ المرمى تاعو لكن بدون جدوى، على شفنا كيفاش على من جانب الحارس تاع غلاسكو رونجرز الذي أنقذ المرمى تاعو، شفنا جيم، شفنا كونارو، شفنا نيكولا، شفنا بورنا، شفنا غلان، شفنا جوي، شفنا ستيفان اللي خرج في الدقيقة 90، شفنا ريان جاك، شفنا ريان كينتي، شفنا ألفيردو، يعني كانت المباراة وين كل مدرب ولعب على الخطة تاعه، كل مدرب وكان بالذكاء تاعه، شفنا كيفاش وين نقولوا باللي المدرب تاع سيلتيك اللي دخل بالخطة 4-3-3، شفنا غلاسكو رونجرز الذي فاز بالمباراة وين دخل بخطة 4-1-4-1. هذه هي المباراة الدور الاسكتلندي المحترفين الجولة 21، سيلتيك هدف، غلاسكو رونجرز هدفين صحيح.